السلام عليكم متابعي قناة شوف تي في فهد المباشر. حنا كنتواجدو في مدينة الصخيرات عند واحد الناس عندهم واحد المشروع تياخدو يعني تيدخلو على صفقات على حساب المطار كياخدو داكشي اللي تيكون يعني المتلاشيات اللي كتكون في لافيراي. هاد الناس اللي عندهم عدة صفقات يعني اللي كي يعني قدام هاد الناس في هاد الدومين يعني دايرين كثر من 20,000 صفقة، ولكن كيتعرضوا لواحد الصفقة في القصر الكبير كيمشي باش غياخذ واحد المتلاشيات ديال المطار يعني، وداروا الصفقه ونجحات وخداو تقريبا الصفقه بشي 9 وشي حاجه 9 مليون. من بعد هادشي داروا في كان نهار 9/7، من بعد ملي خلصوا والمجلس البلدي او الناس المسؤوله على هاد البيع وهذا يعني اتفقوا باجماع يعني صادقوا بان الصفقه دازت لهاد الناس، عندهم الوراق عندهم مسائل كلشي. كيتفاجئوا ملي كيجيو ياخذوا السلعه ديالهم كيجيبوا الكاميو باش ياخذوا السلعه ويجيبوها لهنا، كيتفاجئوا بان رئيس المجلس البلدي كيمنع عليهم هاد الصفقه. علاش؟ الله اعلم. قال لهم هاد الصفقه ما مصادقش عليها، هو اصلا ما كانش. حنا خاصنا نسمعوا الناس اللي كانوا حاضرين والناس اللي داروا هاد الصفقه. السلام عليكم، تفضل اخويا ادخل. سير شوف هنا تفضل. السلام عليكم. قلنا خويا المشكل اللي وقع لكم في القصر الكبير. خويا المشكل اللي وقع لنا في القصر الكبير، حنا كما كتعرفوا اننا كناخذوا هاد الموتورات ديال الدوله اللي كتبيعهم في جميع الجامعات المحليه. كان واحد الاعلان في جريده الصحراء المغربيه في على اساس غادي يبيعوا 9/7. مشينا حضرنا خويا البيع عادي، درنا كانوا طالبين شي 80,000 درهم ديال لابوسيو، حطيناها عند الخازن الاقليمي ديال مدينه العرائش. فاذا به مشينا للقصر الكبير باش نحضروا البيع، داز البيع عادي، بعنا قدمنا العرض ديالنا، خدينا الصفقه بمبلغ 97,900. فاذا به كنتفاجئوا، قالوا لينا من بعد يومين باش نخلصوا. جينا خلصنا عند الخازن عند القبضه ديال مدينه القصر الكبير، خلصنا قال لك حتى الغدا حتى بعده باش نهزوا السلعه حتى الغدا. المهم داونا تقريبا واحد السيمانه تنغدا حتى بعده، الرئيس ما كاينش. فاذا بي كنتفاجئوا نهار 11 في نفس الشهر، جينا باش غادي نهزوا السلعه، قال لك الرئيس ما صدقش على هذا البيع. علاش؟ بغينا نعرفوا علاش. الله اعلم. حنا خلصنا وعندنا لا كيتونس ديال الخلاص، عندنا المحضر ديال الجماعه، عندنا يعني جميع الوثائق ديالنا اللي طلبوها لينا كانت موجوده. بغينا نعرفوا علاش ما دوزت لينا البيع. حنا مخلصين وعطاونا الكوسيو ديالنا ديال 80,000 درهم باننا رحنا دوزنا لكم البيع وتخلصنا عندكم. فاذا به كنتفاجئوا بالسيد الرئيس قال لك بغى يعاودها، ودارها في الجورنا في نفس الجورنا في جريده في جريده الصحراء المغربيه في نهار 25 في شهر 8. يعني ما كانش حاضر الرئيس هذا؟ ما كانش حاضر، وانما كان حاضر النائب ديالو بالتفويض. يعني كانوا صادقوا على الصفقه؟ صادقوا على الصفقه. الناس خلصوهم؟ الاسماء ديالهم راه عندي في المحضر، نقول لك اسم باسم بحضور الناس ديال الخزينه. كان داك الشيء عادي. بنزاهه. من بعد كتفاجئوا ملي كتمشيو يعني باش تجيبوا السلعه ديالكم، تتفاجئوا بان كيعترض رئيس المجلس البلدي قال لك غادي يعاودها. بغينا نعرفوا غير السبب علاش. من بعد دخلتوا عنده؟ دخلنا عنده في نفس النهار اللي قال لك غادي يعاودها. قلنا له شنو السبب؟ قال لك السلعه ما تباعتش كامله، بقى عنده شي لولو تما ما تباعوش، غادي تزيدوا الفلوس وغادي نزيدكم داك السلعه الاخرى. قلنا له واخا، الا كانت هذه العمليه قانونيه مرحبا. شحال تفاهمنا على المبلغ اللي غادي نزيدوه. قلنا له يا ودي مرحبا انت كل على الله. فاش مشينا عند الخزين ديال القصر الكبير باش غادي نكملوا الخلاص، قال لينا ودي راه ما يمكنش هذوك ليلو اللي ما تباعوش، راه ما يمكنش ندوزوهم لكم بلا لجنه بلا اجتماع بلا حتى حاجه، ما يمكنش. رجعنا لعندو قلنا له ودي راه ما يمكنش، الخزين ما بغاش يتخلص عندنا. قال لك قلنا له الخزين راه ما تخلصش عندنا على اساس قال لك خص يكون داك الشيء دايز في الاجتماع الاول. قلنا له حنا غادي ما غنزيدو حتى حاجه، عطينا غير سلعتنا اللي خلصنا. قال لك لا غنعاودها، بغينا نعرفوا باش من سبب غادي يعاودها. عندك الورقه؟ في الورقه ديالك؟ هي عندي المحضر، ها المحضر اخويا. وريني. اه نعم، التوقيعات ديالهم. ها التوقيعات ديال
التوقيعات ديال الاعضاء ديال اللجنه كاملين ها هما. اي الصفقه تمت، الصفقه تمت. ها هي انا نقرا لك هي باش نشوفوا في الاخير. قررت اللجنه قبول العرض مقدم من طرف السيد الحامل للبطاقه ومتشي الشركات طنطان الدف قطاع. طبيعه الحال يعني كما كتشاهدوا متابعي قناه شوف تي في، الصفقه دازت بنجاح، يعني الناس قبلوا لهم الصفقه ديالهم. من بعد كيتفاجئوا داز 10 ايام رئيس المجلس البلدي يعني كيرفض لهم كيرفض الطلب ديالهم، ما عرفتش علاش. فكاش بقى نقص السيفه ها بالنسبه للناس اللي اعضاء اللجنه اللي كانوا حاضرينها هما رئيس اللجنه السي عبد الله المباركي، ها هو مسيني معنا، مدير مصالح الجماعه عبد السلام الاشقام، رئيس مصلحه الجبايات السي احمد العوني، توقيعات اعضاء اللجنه هما كاملين هنا، قابض القصر الكبير عبد السلام الحراق، معاد الشافعي. هذه التوقيعات كانت نهار 9 في شهر 7، هو جا في الاخر فاذا بيبقوا حتى الغدا حتى ل 11/7 عاد جا الرئيس قال لك عدم مصادقه. بغينا نعرفوا علاش، واش عندنا شي حق في هذه البلاد ولا ما عندنا شي؟ يعني شنو كطالبوا يعني من هذا المنبر؟ كنطالبوا بسلعتنا من السيد العامل يحل لنا مشكل مع السيد الرئيس. السيد العامل وسيدنا هما اللي غيحلوا لنا المشكل. وشكرا. كما كتلاحظوا متابعي قناه شوف تي في فهد المباشر، حنا كنتواجدوا مع هاد الناس اللي داروا هاد الصفقه ديال المطر في القصر الكبير، وكيتفاجئوا يعني بانهم الصفقه ما كدوز وهي راه دازت، ويعني صادقوا عليها وفي الاخر كدوز واحد 10 ايام كيتفاجئوا بان رئيس المجلس البلدي تيقطع عليهم هاد الصفقه وكيقول لهم خاصكم تزيدوني واحد المبلغ ديال 7 مليون. من بعد ملي كيبغيو يزيدوا المهم شي حاجه تماك، العلم لله. كنتمنى من الناس يعني يحاولوا يعاونوا هاد الناس لانهم كياخذوا غير مطر كما كتشوفوا، يعني ماشي شي مطر، ولكن هذا مشروع كيديرينو انتوما المطر باش تعرفوا السلاح كيدير. ماشي مشكل، هادو هما الخدامين اللي عندكم. تكرفصوا معنا ومشاو ثلاثه الخطات، هما كيمشيو ويجيو معايا القصر الكبير مع مولين الكاميو وبيتو تما نهار يومين، هما تيباتو تما باش يشارجيو سلعتهم. فاذا بها انت كتشوف خويا بالنسبه للسلعه راه حنا نقينا المحال، خوينا الدنيا جبنا الناس اللي يخدموا معنا من برا، باش جبنا الناس يخدموا معنا خويا من برا باش نقينا المحال، خرجنا المطر على برا باش ندخلوا المطر جداد، ناويين باش نجيبوا السلعه ديالنا ان شاء الله. ساعه ماذا بينا تلقاو واحد المشاكل اللي حنا ما عمرنا واجهناهم. من ماذا حنايا الناس راه خدامين، الشاف ديالنا راه من 89 هو خدام في هذا الميدان هذا، يعني راه معجي ماشي اول مره ولا ثاني مره ولا ثالث مره غادي يدير هذا الشيء هذا. دونك اول مره كنتفاجئوا اخويا بهاد المشاكل هادو، حنا ما كنتسناوهمش. راهم الدراري هما عارفين خدموا معانا، خدمنا تنخدموا في الايام اللي ما كنخدموش فيها في العطل حتى هما كنخدموا، كنخرجوا للسلعه كنعاودوا نلقاو المحل كنشطبوا كنعيطوا للكليان. شحال من واحد بعنا ليه الماطر ديالو، شحال من واحد شاف الماطرات ديالو شافهم يعني على التصويره وبعناهم ليه، وشحال من واحد تخلصنا من عنده والمغرب كامل كنتقداو من عنده اخويا والدريري تا هو راه كنخدموا السلعه وكنخدموا عليها وكنلقاوها وكنقيدوا لها النويمات ديالها. ها هو سي ابراهيم المشرف على الشركه من 89 و87 هو خدام، ما عمره واجه هذه المشاكل هذه. اول مره كان في القصر الكبير اول مره كنواجهوا المشاكل هذه. حنا راه تيقولوا السلعه هذه وبعناها وشرينا مع الناس شافوا السلعه تصاور وبعناها وشرينا معاهم. ماذا بينا دابا كنتواجدوا اخويا كنتفاجئوا بواحد المشكل اللي ما عمر طرا لينا هذه سنين، ودابا حنا بغينا نصفروا علاش اخويا وقع لنا هذا المشكل، شنو السبب، بغينا نعرفوا الاسباب اللي وقع هذا الشيء هذا. هما الدراري ها هو تا هو الدري اللي كيدير معنا هذا راه ولد المعلم. خوش هاد الناس راه تفرعوا علينا، راه ما عمرنا طرنا المشكل هذا. هاد الصفقه خدينا هاد تما طحش علينا خلصناها، دابا جاي زينا لاكوسيو ديالنا، جينا زينا الصفقه فاش كنا الرئيس قلنا نلغيها، عندي الحق نلغيها ماشي نلغيها. قال لك انا اللي كنحكم في القصر، انا هو الملك القصر. حنا كنطلبوا سياده العامل
سيدنا عطيني سلعه عطيني غير سلعه لا بغينا منهم لا تعويضات لا والو عطيني غير سلعتنا ويلغي البيع نهار الثلاثاء ان شاء الله يتلغى البيع يتلغى البيع علاش حنا دمجوا في حق فيها انا والوالد ديالنا حنا الناس راه دمجوا في حق بنيتنا ونقبل العيد ولله يلاه وصحوا لنا بزاف وكنشكركم بزاف طاب تكلم اخويا وخويا بالنسبه عيطنا الناس اللي غيهزوا لنا السلعه هما جبناهم من الرباط عيطنا لهم في التليفون وما حنايا حنا يعطيونا السلعه ديالنا ما بقينا بغينا لا 1000 درهم لا والو ما بغيناش حنا كاع تعويضات عطيونا السلعه ديالنا ونمشيو مسالمين باش ما يوقعش لنا المشاكل في عام اخر حنا عام اخر غنمشيو ناخذوهم تما وعام الثالث وعام بغينا نحيدوا هذا الشيء هذا حيت حنا كنشريو بنيتنا وكناخذوا المسائل بنزاهه وقانونيه والشركه عندها المسائل ديالها وحطينا الكوسيو حطينا الفلوس بلا ما نذكروا المبلغ شحال وحطينا المسائل ماذا بينا كتفاجئوا كيلغيوها بغينا نعرفوا السبب علاش وبيبيع على 25 وبالنسبه لنهار 25 حنا غادي ان شاء الله غادي نتحققوا بالعين المكان غادي نصفوا المسائل ديالنا المعلم الناس اللي مكلفين تاهما غادي يمشيو وتكلوا على الله هادشي اخا حنا راه كنطالبوكم غير باش وصلوا للناس اخرين باش ما يوقعوش فهاد المشاكل فهمتيني كان هادشي هذا خاصو ضروري يوصل الدراري تاهما مضرورين شحال واحد حبس المسائل ديالو جاي يخدم معانا هزينا السلعه لقيناها خرجنا من المطار شي بلايص وصلنا ليهم ايوا هادشي اللي كان هو الدراري تاهو خدام معانا اخويا حتى هو خاصو يقول شي كلمه حتى هو راه مسكين حتى هو تمحن معانا راه حتى ايام وحنا خدامين على هاد الصفقه نقينا المحل قدينا امورنا مشينا تما يومين تما على اساس نشارجيو السلعه في الاخر كنتفاجئوا قالك لا ممنوع الشهر حبسوا لينا الصفقه عيد كبير ما دوزناش خاطرنا بقينا مبرصين اخويا ما تخسى والله جينا غادي جايين على هاد السلعه على اساس ان نشارجي ونجيبو لهنا قولوا بعدا بعدا والمعلم اخويا بعنا السلعه بنص الثمن على حس بعنا السلعه تصور شافوا عباد الله وبعناها ليهم ولحد الان بقى ما شارجينا السلعه نجيبوها ملي كنمشيو نشارجيوها كيقولوا لينا لا كيحبسونا على اساس ما عرفناش حنا علاش والمعلم اخويا ديالنا كيكي السلعه ديالنا مخلصه